السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة سنة أولى معادنا مع درس جديد، هو درس التطابق. وإحنا سنة أولى مش أول مرة ناخد مفهوم التطابق، إحنا أخدناه قبل كده وإحنا في ابتدائي. طب تعالوا نفتكر مع بعض يعني إيه كلمة تطابق. إمتى أقول على شكلين إن هما متطابقين؟ يقال أن الشكلين متطابقان إذا انطبقا على بعضهما تمام الانطباق. يعني أنا لو حطيت الشكلين فوق بعض هيظهروا قدامنا كأنهم شكل واحد بس. طب إحنا لو حبينا نتحقق من مفهوم التطابق ده عمليا، عايزين نعمل كده تجربة بسيطة نتحقق بيها من التطابق. إحنا دلوقتي قدامنا شكلين مرسومين وعايزين نعرف إذا كانوا متطابقين ولا لأ. فممكن نجيب ورقة شفافة ونشف الشكل الأول، يعني نرسمه على الورقة، وبعدين ناخد الورقة ديت ونحطها فوق الشكل التاني، ونبدأ نحرك الورقة لحد ما نظبطها فوق الشكل التاني بالظبط. لو الشكلين انطبقوا على بعض تمام الانطباق، كأننا هنشوفهم كأنهم شكل واحد، يبقى كده الشكلين دول متطابقون، ونقدر نقول ان الشكل الاول بيطابق الشكل التاني، وبنستخدم علامة التطابق اللي احنا شايفينها قدامنا دي، وهي عبارة عن ثلاث شرط فوق بعض بتكون شبه علامة اليساوي بس عندها شرطة زيادة. طب احنا كده اتحققنا من التطابق عمليا، عايزين نتعرف ازاي نتحقق من التطابق ده بطريقة رياضية، لاننا مش كل مرة هنكون عايزين فيها نسبة تطابق شكلين هنجيب الورقة الشفافة ونقعد نعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. امال هنعمل ايه؟ لازم يكون عندي طريقة رياضية لإثبات تطابق الشكلين. طب الشكلين اللي قدامنا دول كانوا عبارة عن مضلعين، واحنا عارفين ان اي مضلع بيتكون من اتحاد عدة قطع مستقيمة، وكل قطعتين بيتحدوا مع بعض بيكونوا لي زاوية ما بينهم. فالاول احنا نتعلم ازاي نسبة تطابق قطعتين مستقيمتين، وازاي نسبة تطابق زاويتين، وهيبقى سهل بعد كده ان انا اثبت تطابق مضلعين. اول حاجة هنشوفها هي تطابق قطعتين مستقيمتين. تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا متساويتان في الطول. يعني لو بصينا على الشكل اللي قدامنا هنلاقي القطعة المستقيمة ألف ب طولها 5 سنتي، والقطعة المستقيمة جيم دال طولها برضو 5 سنتي. يبقى أقدر أقول إن القطعة المستقيمة ألف ب بتطابق القطعة المستقيمة جيم دال. يبقى بما أن ألف ب تساوي جيم دال، فإن ألف ب قطعة مستقيمة تطابق جيم دال قطعة مستقيمة. زي ما احنا شايفين كده، لما حبيت استخدم رمز التطابق حطيت رمز القطعة المستقيمة فوق الحروف بتاعتي اللي هي ألف وب، وبرضو فوق الجيم والدال. لكن لما بكون بستخدم علامة يساوي مش بحط رمز القطعة المستقيمة فوق الحروف. طيب احنا لو اتحققنا من التطابق ده عمليا زي ما قلنا في الأول، هنلاقي فعلا ان القطعتين المستقيمتين الف ب وجيم دال انطبقوا على بعض تمام الانطباق، والعكس طبعا صحيح. يعني لو قلت لك ان القطعتين المستقيمتين متطابقتين، يبقى انت لازم تستنتج ان القطعتين دول هيكونوا متساويتين في الطول. بمعنى ان اذا كانت القطعة المستقيمة الف ب تطابق القطعة المستقيمة جيم دال، فإن ألف ب تساوي جيم دال. تاني حاجة هنشوفها هي تطابق زاويتين. تتطابق الزاويتان إذا كانتا متساويتان في القياس. إذا كان قياس زاوية ألف بيساوي قياس زاوية ب، فإن زاوية ألف هتطابق زاوية ب. زي ما شايفين قدامنا كده في زاويتان اللي هما ألف وب، قياس كل منهم 30 درجة، يبقى هما متطابقتين لأن هما متساويتان في القياس. والعكس برضو صحيح، لو أنا قلت لك إن الزاويتين دول كانوا متطابقتان، يبقى نستنتج إن الزاويتين دول متساويتان في القياس، وطبعا نقدر نتحقق من ده برضو عمليا زي ما اتفقنا. وصلنا مع بعض لتطابق مضلعين. احنا قلنا قبل كده إن أي مضلع بيتكون من اتحاد قطع مستقيمة، واللي بالتالي بتكون لي زوايا ما بينها. واحنا عارفين ان القطع المستقيمة ديت هي اضلاع المضلع، يبقى احنا لو اثبتنا ان اضلاع المضلع الاول بتطابق نظائرها في المضلع الثاني، واثبتنا كمان ان زوايا المضلع الاول بتطابق نظائرها في المضلع الثاني، يبقى احنا كده اثبتنا تطابق
المضلعين. هنقول مرة كمان، يتطابق المضلعان إذا وجد تناظر بين رؤوسهما، بحيث يطابق كل ضلع وكل زاوية في المضلع الأول نظيره في المضلع الآخر. طب إحنا مش ملاحظين إن أنا في كلامي قلت أكتر من مرة كلمة تناظر، كلمة نظيره، نظائرهما؟ يعني إيه كلمة نظيره؟ نظير الشيء يعني اللي شبهه أو اللي في نفس موضعه. يعني أنا لما أقول نظير الضلع، يعني أنا قصدي على الضلع اللي شبهه في المضلع الثاني. لما أقول نظير الزاوية، يعني الزاوية اللي شبهها في المضلع الثاني. يبقى أنا لما أحب أثبت تطابق المضلعين، لازم أثبت أول حاجة إن أضلاعهما المتناظرة متساوية في الطول، تاني حاجة إن زواياهما المتناظرة متساوية في القياس. طيب إحنا قدامنا دلوقتي مضلعين، المضلع الأولاني ألف ب ج د، والمضلع التاني س ص ع ل. يبقى الرأس ألف تناظرها الرأس ألف بتناظر الرأس الرأس س تناظرها الرأس ص، إن هي شبهها، والرأس ج تناظرها الرأس ع، والرأس د تناظرها الرأس لام. يبقى احنا كده وجدنا تناظر بين رؤوس المضلعين، وكل رأسين بيصل ما بينهم قطعة مستقيمة اللي هي ضلع من أضلاع الشكل الرباعي اللي قدامنا، وبالتالي هيبقى فيه تناظر ما بين الأضلاع. يعني مثلا الضلع أ ب فين نظيره؟ أكيد هيكون س ص، والضلع ب ج فين نظيره؟ هيبقى ص ع، وهكذا. وكمان احنا عارفين ان كل رأس من رؤوس المضلع ديت هتمثل رأس زاوية من زوايا المضلع، يعني زاوية أ هتناظر زاوية س، وزاوية د هتناظر زاوية ل، وهكذا بقية الزوايا، كل زاوية هنلاقي ليها نظير. طبعا احنا لما نقيس كل زاوية وكل ضلع في المضلعين دول، هنلاقي ان أ ب هيساوي س ص، و ب ج هيساوي ص ع، و ج د هيساوي ع ل، وألف دال هيساوي سين لام، يعني كل ضلع بيساوي نظيره. وكمان هنلاقي إن قياس زاوية ألف هتساوي قياس زاوية سين، قياس زاوية ب هتساوي قياس زاوية صاد، وقياس زاوية جيم هتساوي قياس زاوية عين، وقياس زاوية دال هتساوي قياس زاوية لام. يبقى كمان كل زاوية بتساوي نظيرتها في المضلع الآخر. ساعتها هنستنتج إن المضلع سين صاد عين لام هيطابق المضلع أ ب ج د. وعايزين نلاحظ مع بعض إن المضلعان المتطابقان لازم يتكتبوا بنفس ترتيب رؤوسهما المتناظرة. يعني أنا لما كتبت المضلع س ص ع ل، لقيت إن الرأس س نظرتها أ، فعشان كده بدأت كتابة المضلع التاني بالرأس أ، وبعدين كتبت الرأس ب لأن هي تعتبر نظيرة للرأس ص، وهكذا بقى كتبت بقية الرؤوس بالترتيب لحد ما خلصت اسم المضلع. طيب احنا عندنا قلنا قبل كده ان المضلعان بيتطابقوا اذا كانت اضلاعهما المتناظرة متساوية وزواياهما المتناظرة متساوية، والعكس كمان صحيح. اذا كان المضلعان متطابقان، فان كل ضلع وكل زاوية في احدهما يطابق نظيره في المضلع الاخر. عندنا مثال، إذا كان المضلعان الموضحان متطابقين فأوجد طول لام ميم. بما إن المضلعين دول متطابقين، يبقى إحنا هنستنتج إن الأضلاع المتناظرة متساوية. طيب الضلع اللي مطلوب مني إني أجيب طوله هو مين؟ هو لام ميم. طيب مين نظيره؟ نظيره الضلع به جيم. يبقى معنى كده إن لام ميم هتساوي به جيم. طيب به جيم بكام سنتي؟ بسبعة سنتي. يبقى كمان لام ميم بسبعة سنتي. يبقى أنا هقول لام ميم هتساوي ب ج هتساوي سبعة سنتي. هنشوف مع بعض كمان مثال تاني، إذا كان ج ينتمي لب د شعاع، وقياس زاوية أ واو ج بتساوي 83 درجة، وقياس زاوية ب بتسعة وخمسين درجة، وكمان المضلع أ ب ج واو بيطابق المضلع ه د ج واو، فأوجد قياس زاوية ه. أول حاجة هنشتغل في المضلع أ ب ج واو. بما إن مجموع قياسات الشكل الرباعي الداخلة بتساوي 360 درجة، فإن قياس زاوية أ هتساوي إيه؟
طبعا اكيد هجمع الزوايا اللي معلومة عندي، اللي هي 59 وال83 وال90 درجة، والناتج هطرحه من 360. يبقى انا هقول قياس زاوية الف هتساوي 360 ناقص 59 زائد 83 زائد 90. ال360 بتنزل زي ما هي، وهجمع التلات اعداد اللي داخل القوس هلاقيهم 232. يبقى 360 ناقص 232 هيساوي 128 درجة. يبقى قياس زاوية ألف طلعت بكام؟ ب128 درجة. كده أنا عندي المضلع الأول جميع زواياه معروفة. طيب عايزين ندخله كمان على المضلع التاني بقى، اللي هو فيه الزاوية ه اللي هو طالبها مني. بما إن المضلع ألف ب ج واو بيطابق المضلع ه د ج واو، فإن قياس زاوية ألف هتساوي قياس زاوية ه، لأن هما الاتنين متناظرتان. يبقى معنى كده إن قياس زاوية ه هتساوي 128 درجة. شوف كمان معانا مثال تاني، بيقولي في الشكل المقابل المضلعين متطابقين. أكمل، جايب لي المضلع ألف ب ج د ه، وكمان المضلع س ل ك ع ص، وقال لي ان هما متطابقان وطالب مني اكمل بعض الجمل. اول حاجة، الرأس ب تناظر الرأس نقط، المضلع ك ع ص س ل بيطابق المضلع نقط، ل ك بتساوي نقط سنتيمتر، قياس زاوية ألف بتساوي قياس زاوية نقط. تعالوا نرجع مع بعض للرسم عشان نقدر نطلع الحاجات اللي مطلوبة مني. هنلاقي ان الرأس ب بتناظر الرأس لام، وان المضلع ك ع ص س ل هيطابق المضلع ج د ه ا ب. وخلي بالي طبعا وانا بكتب ترتيب الرؤوس المتناظرة. تالت حاجة، لقيت اللام ك بتساوي 4 سنتي، وهو هنا طبعا مش عايزني اقول هو اللام ك بيناظر او بيطابق انه مضلع، لا هو عطيني في الاكمل وحدة طول، يعني هو طالب مني اللام ك ديت بتساوي كام سنتي، واحنا شفناها ان هي بتساوي 4 سنتي. طيب اخر حاجة، قياس زاوية الف هتساوي ايه؟ هتساوي قياس زاوية س. عايزين نشوف ملحوظة بتقولي ان محور التماثل لاي شكل هيقسمه الى شكلين متطابقين. يعني في الشكل اللي قدامنا المستقيم س ص هو محور تماثل للشكل أ ب ج د، وبالتالي هو هيقسمه لشكلين متطابقين. يبقى الشكل الأولاني اللي هو أ ب ص س هيطابق الشكل الثاني د ج ص س. آخر حاجة عايزين نشوفها مع بعض هي قاعدة تطابق المربعين وقاعدة تطابق المستطيلين. قاعدة تطابق المربعين بتقولي ايه؟ بتقولي يتطابق المربعين اذا كان طول ضلع احدهما بيساوي طول ضلع الاخر، او ممكن اقول ان هما بيتطابق المربعين اذا تساوى طولي ضلعيهما. يعني احنا عندنا في الشكل اللي قدامنا مربعين، المربع الاولاني ميم واو ه ن طول ضلعه 6 وحدات، والمربع الثاني ر ي ط ح برضه طول ضلعه 6 وحدات. يبقى كل ضلع من أضلاع المربعين دول بيساوي 6 وحدات، يعني معنى كده المربعين دول هيكونوا متطابقين لأن أطوال أضلاعهم هتكون متساوية. طيب إحنا ليه هنا ما تكلمناش على الزوايا بتاعة المربع؟ لأننا عارفين إن في أي مربع مهما يتغير طول ضلعه، كان طول ضلعه كبير أو صغير، هتكون دايما جميع زواياه قائمة، يعني 90 درجة. يبقى انا مش محتاجة اتكلم عن الزوايا لان كل الزوايا المتناظرة هتكون متساوية في القياس. طيب قاعدة تطابق المستطيلان بتقولي ايه؟ بتقولي يتطابق المستطيلان اذا كان طول احدهما يساوي طول الاخر، وعرض احدهما بيساوي عرض الاخر. طيب احنا اتفقنا ان الطول والعرض دول انا بسميهم البعدين، يبقى انا ممكن اقول على قاعدة التطابق ان ايه، نقول ان بعد احدهما بيساوي بعد الاخر، عشان نختصر في الايه في الكلام. طيب في الشكل اللي قدامنا دوت رسمني مستطيلين، كل مستطيل منهم طوله 10 وحدات وعرضه 3 وحدات. يبقى طول الاول بيساوي طول الثاني، وعرض الاول بيساوي عرض الثاني. يبقى كده هقول على المستطيلين دول ان هما متطابقين،
وبرضو مش هتكلم عن الزوايا، لان برضو المستطيل جميع زواياه قائمة. وبكده هنكون انتهينا من درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.